لم تهدأ هذه الطائرة منذ 10 أيام وهي تحلق فوق جزيرة رودس اليونانية لإخماد النار التي تتصاعد بين حين وآخر. فرق الإطفاء التقليدية تتواجد في المكان وتسعى هي الأخرى لإخماد هذه الحرائق التي التهمت عشرات الهكتارات من هذه الغابات ولم يسلم منها حتى المحاصيل الزراعية. سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة هي من العوامل الرئيسية في حدوث هذه الحرائق في جزيرة رودس اليونانية، وبالتالي تم إجلاء حوالي أكثر من 30,000 شخص من هذه الجزيرة، أغلبهم من سكان هذه الجزيرة وأيضا جزء منهم من السياح الذين يأتون لقضاء الإجازات الصيفية في هذه الجزيرة. وبالتالي السلطات اليونانية هنا وصفت هذه الأحداث أو هذه الحرائق بأنها الأسوأ في تاريخ هذه الجزيرة. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، جزيرة رودس اليونانية.